هنالك أهمية كبيرة أعتقد في مسألة حقوق الإنسان من ناحية تكاملية الأدوار. هو ليس ملف ممكن أن يسند لجهة معينة دون أن يكون هنالك تنسيق وتكامل في مسألة تبادل الأدوار وصولاً إلى سواء على المستوى الداخلي أو الدولي. فبالتالي تكامل الأدوار والتنسيق فيما بين هذه الجهات يشكل أعتقد أهمية كبيرة في إثراء هذا الجانب وعكس تطورات وإنجازات المملكة في هذا المجال. على الصعيد الدولي عندنا ما يسمى بآليات حقوق الإنسان أو الأجهزة الرئيسية المرتبطة بحقوق الإنسان، وهي تتمثل بمجلس حقوق الإنسان بجنيف، وكذلك اللجنة الثالثة التي تتبع للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. هل الجهتين هذه تعتبر من أبرز الجهات اللي نتعاطى معها بشكل مباشر في عملية إبراز جهود المملكة من ناحية، ومن ناحية أخرى وأعتقد هذا موضوع لا يقل أهمية، وهو عملية تصحيح بعض المفاهيم التي قد تثار ما بين الحينة والأخرى في مسألة خلق انطباع عن المملكة العربية السعودية في هذا الملف.